فأنا يمكن أن أقوم بتغيير الأشياء الموجودة فيه. فإذا لاحظوا الآن لدينا نصف القطر هذا، وأعتقد نحن البوردر لم نفعلها وبالتالي لا تظهر لدينا هنا. لكن هنالك خاصية أعتقد اسمها appearance tools، فإذا دعونا نفعلها في الأعلى، يمكن أن نفعلها وأعتقد بالسيتنجز. فإذا ثواني، نعم بداخل السيتنجز، أين السيتنجز؟ فإذا هنا يوجد خاصية اسمها appearance tool. فإذا قمت أنا بتفعيلها appearance tools وقمت بكتابة true، ولاحظوا فإذا الآن إذا قمت أنا بالتحديث وقمت بالنقر على الزر وقمت بالنقر هنا، فالآن يمكنني أن أقوم بتغيير الأبعاد. طبعا للتو أنا يمكنني أغير أقوم بتغيير الأبعاد. يمكنني أيضا أن أضيف الإطار، أن أغير الإطار. مثلا أنا أريد الإطار 0، لاحظوا اختفى الإطار. فأنا لأنني في وقت سابق لم أفعل البوردر، لكن الآن أنا فعلتها. طبعا إذا لم أرد أنا أن أقوم بتفعيل أن أفعل مثلا هذه الأبيرنس تولز، إذا لم تكن مفعلة يمكن أن نفعلها بخصائص أخرى، يعني نفعل الأشياء التي تفعلها. مثل ماذا؟ في بداخل السيتنجز يمكن أن نضيف خاصية البوردر ونفعلها. فنكتب مثلا color true ونريد color border أن يكون موجود، والradius موجود، والstyle موجود، والwidth موجود، width البوردر يعني. هذه الخاصية متضمنة ضمن الappearance tools موجودة. أيضا الخاصية الثانية هي الكلر. نحن قمنا ب لم نفعل الكلر لللينك، فبداخل اللينك بداخل الكلر يمكن أن نكتب أن نريد كلر اللينك true. أيضا هنالك أشياء أخرى، أن بالنسبة للسبيسينج هذا متضمن ضمن appearance tools، هذا أيضا متضمن ضمن appearance tools حتى لو لم نقم بإضافتها. بالنسبة للtypography أيضا قمنا بتفعيل align height، وهذه متضمنة ضمن appearance tools. والأشياء الأخرى التي تؤمنها لنا appearance tools هي التالي. أيضا يمكن أن نضيف شيء اسمه dimensions، وبداخلها نقوم بتفعيل المين height true. والمين هايت يعني الارتفاع الأقل الذي يجب أن تشغله الإليمنت. يعني مثلا نقول أن مثلا هذا الكفر، هذه الصورة، هذه الغلاف يجب أن يكون أقل شيء ارتفاعه مثلا 300 بكسل. هذه خاصية المين هايت. جيد. والخاصية الأخيرة هي اسمها position sticky أو sticky true. ما هذا يعني أن عندما نقوم نحن بإضافة شيء معين نريده أن يبقى في مكانه، وهذه الخاصية موجودة أصلاً بـ CSS Position Sticky أو Fix، فهي نفس القصة يعني. فإذا الآن تعلمنا ماذا تعني Appearance Tools. الظاهرة في الأعلى هذا أين هي؟ هذا هي نفس الأشياء التي أضفتها، فربما حتى لو لم أضفها مثلا حذفتها بهذا الشكل ستبقى الأشياء نفسها. لماذا ستبقى نفسها؟ لأنني أنا فعلتها، فعلت الأشياء التي تفعلها الأبيرنس تولز. فبسطر أبيرنس تولز تفعل أكثر من إعداد، أو نفعل كل الإعدادات كالشكل السابق. فإذن الآن لو عدت إلى هنا، فإذا لاحظوا أعزائي سيظهر لنا الإطار ونصف القطر وهذه القصص، سيظهر لنا الارتفاع يظهر للدب عادة. فإذا لنرى، فإذا هذه هي التجميع، فإذا هذا هو أدنى ارتفاع المين هايت. جيد. فإذا أنا وضعته مثلا 200 بكسل، فيعني أن هذا أريده طوله 200 بكسل، وإذا أعطيته اللون الخلفية مثلا برتقالي بهذا الشكل، لاحظوا 200 بكسل هنا أدنى ارتفاع له، أو طبعا أدنى ارتفاع مثلا 200 بكسل، يعني إما 200 بكسل أو أكبر وليس أقل. وبالتالي هنا لاحظوا أنا قلت 3000 بكسل فأصبح طويل جدا هنا، فأنا وضعت 500 بكسل، لاحظوا مثلا 600 بكسل، يعني يبدأ من 600 بكسل. جيد. فإذا هذه الخاصية، والخاصيات الأخرى أنا قلتها يعني شرحتها لكم. طيب، فإذا الشيء الذي تعلمناه أن يمكن أن أقوم أنا بإعطاء خصائص عامة للأشياء بداخل theme.json للإليمنتس، وخصائص مختلفة
وهذه الخصائص العامة. لكن هذا لا يعني أن لا يمكنني تغيير كل عنصر على حدة من محرر الموقع، يمكن ذلك. طب ما الفائدة؟ لماذا أقوم بإضافة ستايل عام؟ طبعا أي مصمم موقع يقوم بإضافة ستايل عام للموقع، يعني مثلا يضيف مثلا أن الزر أريد الراديوس له 4 بكسل أو 8 بكسل، أريد مثلا حجم الخط للزر يكون مثلا 16 بكسل، أريد كذا. فإذن هذه الأشياء أعزائي، هذه الأشياء يقوم بها المصممون دائما، فهذا ليس شيء غريب. يعني كأن ووردبريس صاحب هذه الأفكار الجميلة التي وضعوها هو فعلا مصمم، هو يفهم أساسيات التصميم ويفهم هذه الأمور، وبالتالي هو يعطي المصممين فرصة أن يقومون بوضع الأشياء العامة في ملف واحد جيد، وثم كل شخص يمكن أن يغير الستايل الذي يريد حسب المكان المخصص. مثلا يريد الزر هنا أخضر لا يريده أحمر، يمكنه ذلك، لا مشكلة بذلك. طيب، فإذا الآن نحن أخذنا درسنا موضوع الستايل الإليمنتس. أيضا هنالك شيء خاص بال بلوكس، فهذه الإليمنتس أين تنتهي؟ هنا، فمكان انتهائها نضع كوما ونضيف بلوكس، إذن هذا موضوع جديد. طيب، ما هو موضوع البلوكس؟ نفس موضوع الإليمنتس، لكن الفرق فيه هو أنني أنا أقوم باستهداف بلوك كاملة، مكون كامل. ماذا يعني مكون كامل؟ يعني مثلا دعونا نحذف هذا، جيد، يعني مثلا سأضيف هنا مجموعة، فإذا ها هي مجموعة وهكذا، وهنا سأضيف مثلا صورة ومكتبة الوسائط، هذه الصورة، جيد، وأيضا أدناها مثلا، أو مثلا سأجعل هذه الصورة غلاف، سأكتب مرحبا مثلا بهذا الشكل، تحديث، وهنا تحديث بهذا الشكل. فإذا هذا الغلاف الذي أنا أضفته، إذا قمت أنا بإنسبكت إليمنت، لاحظوا هنا ماذا مكتوب، أو في الأعلى بدايته مكتوب WordPress Block Cover، WordPress Dash Block، يعني هذه بلوك خاصة بWordPress. طالما أن الديف الكلاس يبدأ بWordPress Block ثم شيء آخر، فهذا يعني أنني يمكنني أن أقوم بستايل لهذا، أعطي ستايل عام لبلوك ووردبريس، مكون ووردبريس من خلال البلوكس. فإذا ما اسم هذه البلوك؟ اسمها cover، لأن بعد ووردبريس بلوك يوجد كلمة cover. فإذا هنا بداخل البلوك أقوم باستهداف تلك، أو يعني استهداف، صحيح هذه الكلمة، استهداف تلك البلوك أو ذلك المكون من خلال كتابة core/ وثم الاسم cover. فإذن لا أكتب WordPress block، لا، أكتب core/cover. ومن هنا يمكن أن أستخدم نفس الأشياء التي استخدمتها بوقت سابق، يعني مثلا أقوم باستخدام هنا color، وأريد أنا الكلر الباكجراوند مثلا أريدها red مثلا، طبعا يجب أن أضعها كذا red. فإذن الآن إذا قمت بالتحديث لن تظهر هذه كثيرا، لأن بالنسبة للباك جراوند للغلاف لن تكون ريد، يعني لن تظهر بهذا الشكل. فإذن هذه هي البلوك، فإذن ولاحظوا هذا الشيء الذي أضفته، ووردبريس بلوك كفر باك جراوند ريد، تم إضافتها فعليا. دعونا نقوم بإضافة مكون آخر، فمثلا لنرى ما المكونات التي سنضيفها. فإذن لدينا فقرة، لدينا عنوان، لدينا مثلا اقتباس مائل، جيد، ونكتب هكذا ونكتبها، وتحديد، وهنا تحديد. فإذن الآن إذا قمت أنا بإنسبكت إليمنت لنرى ما اسمها، فإذن اسمها ووردبريس بولكوت، ها هي هكذا اسمها، فهذا هو الاسم فعليا لها. وبالتالي هنا سأكتب هكذا مثلا، بدل الكور هذا كفر أكتب هكذا، وتبقى الكور نفسها، وتحديث، لاحظوا ظهرت بالأحمر كما أنا كتبت هنا. ففكرة البلوكس أن يمكنني أن أقوم بتعديل الستايل لمكون واحد من ووردبريس، الذي يبدأ الكلاس الخاص به بكلمة ووردبريس داش بلوك. وبهذه الطريقة
يمكن أن نقوم بإضافة ستايلات عامة لبلوكات أو مكونات ووردبريس. وإلى هنا أعزائي انتهينا من theme.json. هل هذا كل شيء عن theme.json؟ نعم كل شيء بشكل عام، لكن أكيد دائما هنالك أشياء جديدة نتعلمها عن هذا الملف، نضيف أشياء أخرى ونطور فهمنا أكثر عن هذا الملف، لكن هذه هي القواعد الأساسية والتي ستستخدمها. الشيء الذي ربما أنت لا تعرفه الآن بمجرد إنهائك لهذه الدروس عن theme.json هو أن ربما أنت لا تعرف كل الستايلات التي يمكنك أن تضيفها هنا. يعني أغلب الأحيان نحن تعلمنا color، تعلمنا مثلا البوردر، التايبوغرافي، هذه الأمور، لكن لم نتعلم كل الستايلات المتاحة. هناك كثير من الأشياء المتاحة التي يمكن أن نضيفها من خلال theme.json، لكن بشكل عام أنت الآن لديك معرفة قوية جدا عن theme.json، وفي المستوى القادم من theme.json ربما نتعلم أشياء معقدة أكثر و أمور أكثر. theme.json هو في مرحلة فعليا تحديث مستمر، وبالتالي ربما تظهر أشياء جديدة في هذا الملف التي أكيد سنتعامل معها وسندرسها معا في المستقبل. فإذا إلى هنا أعزائي انتهى الدرس، ونلتقي بالدرس القادم.